الحقيقه ان انا قريت معرفش ان كان دقيق الكلام ده ولا لا، قرارات لجامعه اسكندريه بمجموعه قرارات يعني تضبط السلوك العام، منها بقى منع التدخين، منها امور كثيره، ومنها منع ارتداء بنطلونات مقطعه، يعني اللي هو محاوله احترام الحرم الجامعي وانه الزي يكون ملائم. واحنا كنا سمعنا برضو من مجلس اعلى الاعلام انه الصحفيين برضو ما يلبسوش بنطلونات مقطعه او كده. خلينا بعيد عن الصحفيين، كلنا عارفين انه لكل مقام مقال، واحنا لما بنروح مؤتمر صحفي بنبقى لابسين ايه، وبنروح نقابل وزير بنبقى لابسين ايه، ده شيء معروف. لكن الجامعه جزء منها له علاقه بالحريه، ولو علاقه بان انا خرجت من اليونيفورم، يعني انا ما بقتش بلبس اليونيفورم بتاع المدرسه اللي هو الشراب عامل كذا والبتاع، برغم ان احنا كلنا مثلا كنا بقصر الجوبات، كلنا كنا بنعمل حاجات كتيره جدا، ننزل الشراب، يعني كنا بنعمل حاجات كتيره جدا عشان نتغاضى على يونيفورم المدرسه، ولكن كانوا بيجيبونا بقى ويزعقوا لنا وكده. الجامعه فيها حريه، مش هقدر اطبق ده على الناس، ممكن امنع التدخين داخل قاعات المحاضرات، ده طبيعي جدا، وكل زمن ولو لبسه، يعني واحنا زمان في عصور امهاتنا مثلا او كده الناس كانت بتلبس قصير، وكانت بتلبس لبس في الجامعه، كنا بنشوفوا صور ميرفت امين وغيرها في الحفيد وغيرها بيلبسوا ميكرو جيب وميني جيب، وده كان نورم المجتمع المصري. النورم ما بقاش كده دلوقتي. البنطلات المقطعه دي موضه، يعني لها ستايل، واكيد انا لا احض ان الناس تلبس مقطع بقى وشورت وحاجات كده، لكن الحريه ده شيء مهم جدا، والجامعه جزء منها فكره الحريه، نلبس ما نريد طالما ان احنا بنلبس زي المجتمع، يعني مش خارجين عن اطار المجتمع، وده رايي.